حالتنا كيف اذا والله مرتاحين لما جاء الحرب هذه ونزحنا من الى الروضه جاء الحرب بهدلنا ثاني رزدنا هذه انا لها هذا الخيمه معي ثمان جهال. الاعتداء الحوثي على المدنيين في المديريه. وصل العدد الكلي للأسر ما يقارب 3000 أسرة كما تشاهدون الآن. الحال يرثى له نقص في معظم أو نقول كل الاحتياج قايم من مياه ونقاط توزيع مياه وإيواء ومأوى وأيضا غذاء وصرف صحي وجانب أيضا الجانب الصحة، كل هذا الوضع يرثى له.